امامي يعني انا على اليسار على اليمين هدي مكانك وقف. عندنا الحياه لك شغلنا ممتاز 7:15 يسير الله ل 7:30 8 الا ربع نكون على الحاجز. اعطي وحده لاخوك وصلي لهونك اعطيهم بيدك تاخذ هدول روح لسه خلصي يلا اعطيك هات السلعه مركز تأهيل والتدريب في مديريه الدفاع المدني في حلب الحره للعام الثاني على التوالي خلال شهر رمضان تقوم بحمله افطار مسافر بالتنسيق مع منظمه الإيهاها جزاهم الله عنا كل خير نتمنى ان شاء الله صيام مقبول لاهلنا والسلام للجميع وهي الحمله كانت بسبب السرعه الزائده اوقات الافطار ما ادى الى حدوث حوادث ووفيات واصابات في العام الماضي نتمنى من الاخوه المسافرين عدم التسرع والافطار حين سماع صوت الاذان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.